السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أحبائي، بتنوروا قناتي من أي مكان عم تتابعوني فيه. أكلتنا لليوم من أطيب الأكلات السورية اللي هي مقلوبة الباذنجان. رح أعملها بطريقة سهلة وبطنجرة وحدة ودون قليب الزيت. ولا تتعرفوا على الطريقة يا أحبائي، تابعوا معي الفيديو للأخير ونبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندي أنا هون الباذنجان اللي بدنا نعمل منه المقلوبة، هو طبعا العنصر الأساسي بالمقلوبة هي مقلوبة الباذنجان. فعندي هالباذنجان مغسول ومجهز لحتى نقشره ونستخدمه لوصفتنا. فرح أقوم بتقشيره على شكل خطوط، يعني ما بقشر كل الباذنجان، بنعمله على هيك شكل خطوط طولية بهالشكل هاد. وبعدها بدنا نشرحه لشرائح تكون متوسطة، يعني ما كتير رقيقة ولا سميكة بهالشكل هاد. وبتابع كمية الباذنجان اللي عندي، مثل ما ملاحظين بنقشرهم وبعدين كمان بنقطعه لشرائح. هلأ هيك بجهز كل الكمية. بعد ما جهزتها رح أحط عليها ملح، كمية من الملح، وبخلطه مع منيح مع الملح. الملح هون بيسحب المي اللي فيه بالباذنجان وبيعطي الملوحة اللي يعني المطلوبة. وبتركه هيك مدة يعني شي 10 دقايق. بعدها رح أكون مجهزة صينية الفرن، ورح بخبي السبراي الزيت بكمية، يعني كل الصينية تصير أو ممكن بالفرشاية اللي ما عنده السبراي. وحطيت قطع الباذنجان مثل ما شايفين الشرائح كلها هيك مديتها، وبرد هلأ بحط على الوجه كمان، بحط زيت بالسبراي يعني صار من الأسفل والأعلى، وبدخله على الفرن من الأسفل والأعلى حتى يصير هيك. بعد ما طالعته شوفي ما شاء الله كيف تحمر من الوجهين. وهي هيك نحن استغنينا عن القلي وعن أضرار الزيت الغزير، فطريقتنا هون كتير صحية بالنسبة للباذنجان. هلأ بطواية على النار حطيت سمنة، معلقة سمنة كبيرة، وراح أضيف عليها اللحمة اللي بدنا نجهزها. نحن بدنا نجهز لأنه يعني اللي عنا اللحمة وغيرها، لأنه كله بدنا نعمله بطنجرة واحدة. فهلأ هيك عم محركها للحمة حتى تستوي معي. حطيت ملح وفلفل ما شايفين هون، ما مبينوا معي بالتصوير. فهلأ هيك استوت عندي اللحمة وصارت جاهزة. هلأ بالنسبة للرز، أنا عندي هون رز منقوع ومغسول بشكل كويس ومصفى. عندي رز مصري وقليل حاطة من الرز البسمتي، عندي ملح، عندي هال وقرفة وفلفل أسود، كل وحدة هدول البهارات نص معلقة صغيرة. هدول النكهات رح تعطي طعمات كتير طيبة للمقلوبة، نكهة كتير طيبة. وهلك حركتهم مع بعض. وهون انا استخدمت كمية قليلة مثل ما قلت الرز البسمتي حتى تعطي هيك قوام وطعمه طيبة، ما منكتر لانه هي الاصل تنعمل بالرز القصير، يعني لكاستين الرز قصير حطيت فقط نص كاسة من الرز البسمتي. هلأ بالطنجرة رح احط بالاسفل هيك شرائح من البندورة. هلأ هون نحن بنحط هدول الشرائح حتى تصير يعني حماية للحمة. هلأ نحط فوق اللحمة حتى ما تلتصق بأسفل الطنجرة. وهون بيميز طبختنا المقلوبة هي إنه بطنجرة واحدة، مثل ما ملاحظين كله هلأ بتطبقه. بعد ما حطيت اللحمة عم حط شرائح الباذنجان، فكتير أكلة سهلة يعني كلها بطنجرة واحدة راح تنعمل. وهلأ حطيت الرز. هلأ أنا عندي طريقة تانية عاملة فيديو للمقلوبة، طريقة أخرى هديك بنطبخ الرز لحال، اما هاي في بطنجرة واحدة كتير سهلة. هلأ حطيت الرز اللي عندي وراح احط مي ساخنة بحيث انه تغمر الرز اللي عندي، مثل ما شايفين هيك بتكون هي ساخنة المي. وهلأ بدي اضيف انا معلقة من السمنة،
راح تعطي طعمة كتير طيبة. وبيحتاج عندي الرز لأني أنا ماني مستخدمة دهون مثل ما شفتوا، الباذنجان ما قليته، فلازم أحط هالمعلقة حتى تعطي طعمة كتير طيبة للرز، وبالذات إذا كانت حيوانية السمنة. هلأ هيك بتركه بس انغلى مباشرة، بوطيه لأدنى شيء وبغطي الطنجرة وبتركها حتى يستوي الرز تماما. هلأ رفعنا الطنجرة بعد ما استوى، وشوفوا ما شاء الله بين انه يعني من الاعلى باين اذا استوت الطبقة العلوية معناتها الكل مستوي، الرز ما شاء الله مستوي وجاهز للقلب. اللي وصل معي لهون احبائي، لا تنسونا من اللايك للفيديو لانه بيرفع من شأن القناة، فشكرا كثير لكم. واللي ما اشترك بالقناة يشرفنا ويشترك فيها. هلأ بدنا نوصل، وصلنا لملحة القلب مثل ما شايفين، كتير سهلة بطنجرة واحدة. طبقنا يعني اللي عملناهن، اللحمة مع الرز مع الباذنجان، وهلا بنقلبها بصحن التقديم. هلا بتنقلب معاي طبعا بسهولة، وممكن انه اتركها هيك قليل انه ما ارفع رأسا الطنجرة حتى اطلع عندي شكلها حلو. هلا بعد ما قلبتها شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله، بدنا نشيل بس البندورة اللي كانت على الوجه، وبزينها بالمكسرات اللي عندي. ومثل ما ملاحظين طلعت عندي قالب بالضبط، يعني الباذنجان محيط تماما بالرز من الجوانب من اعلى، ما طلع ولا رز لبرا ابدا، وطلعت مغلفة تغليف الباذنجان. هي المقلوبة السورية الاصلية اللي بتنعمل فقط بالباذنجان واللحم والرز، كتير أكلة طيبة وبتنعمل بالولائم وبتشرفكم بعزايمكم، فجربوها بطريقتي كتير بتطلع معاكم ناجحة وطيبة بإذن الله. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أحبائي اللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا كتير لحسن المتابعة.